باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا بركته من الان والابد امين. احبكم في هذه الليله المباركه والتي انعم فيها الله علينا بهذه النعم المفرحه. احتفلنا في هذه الكنيسه بمرور 80 عام على انشائها. ربت اجيال واجيال وخدم فيها أباء مباركين ويخدم فيها أباء محبين الآن، وفيها خدمة ومشهود لها في كل مكان خدمة هذه الكنيسة ونشاطها. وأيضا الاحتفال باليوبيل الذهبي وخمسون عاما على صيامة الأب الحبيب القمص صليب متى ساويرس، وهو امتداد لهذه الكهنوتية التي خدمت وشأت وتعبت في هذه الكنيسة. يعطيها الله الصحة والعمر الطويل والخدمة المثمرة مع الأباء الأحباء الذين يخدمون في هذه الكنيسة. أما نحن فنحتفل في هذا اليوم كما استمعنا إلى مشاركة الكنيسة القبطية المصرية في هذا الأسبوع الذي يكون كل سنة تشترك فيه كل الكنائس المسيحية في مصر، تشترك برؤسائها وممثليها وبكل من يخدم فيها من أباء أساقفة وأباء قصوص وأيضا خدام أو شمامسة أو ربان أو راهبات يخدمون في كنائسهم. ونتطلع جميعا إلى هذه الوحدة التي حدثنا عنها السيد المسيح وكانت هي اشتياق قلبه وما زالت. نفرح بممثلي الكنائس المسيحية في مصر الحضور معنا هنا، نرحب بهم بكل المحبة والترحاب ونسعد بهم، نسعد بكلمات مجلس الكنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر والتي استمعنا فيها عن تلك الروح المسكونية الطيبة التي تشملنا جميعا. واستمعنا واشتركنا معا في القراءات الكتابية وفي تلاوة قانون الإيمان وفي النص الإنجيلي من إنجيل معلمنا يوحنا الذي يتحدث عن الوحدة في الصلاة الوداعية التي صلاها السيد المسيح قبيل الصليب. ونشكر كل المتكلمين وقدس الأب الحبيب أبونا بشويني اللي قدم الكلمات مع التقديم الذي قاله. والوحدة تحتاج إلى صلواتنا جميعا، كلنا لازم نصلي، لازم تعرف ان الكنيسة التي اسسها المسيح بقيت كنيسة واحدة في العالم كله لحوالي 5 قرون. ما كانش فيه كنائس ولا طوائف، 5 قرون. وفي العام 451 حدث ما نسميه انشقاق الكنيسة. وانشقاق الكنيسة الذي حدث بعد 5 قرون من الوحدة الكاملة، ولا أقول الوحدة من الكنيسة الواحدة التي كانت موجودة في العالم شرقا وغربا. خدوا بالكم من الحكاية دي، يعني الأصل الكنيسة واحدة، ثم جاء المرض وانقسمت الكنيسة. وهذا الانقسام كان له أسباب، من أهم الأسباب التي فيه كانت أسباب لغوية في اللغة، الشرق بيتكلم بلغة والغرب بيتكلم بلغة وبيستخدموا تعابير سبريشنز ومصطلحات أو ترمينولوجي مختلف، ده سبب. والسبب الثاني كانت الظروف السياسية التي كانت موجودة
في تلك الأزمنة في العالم ما بين الشرق والغرب والإمبراطورية الرومانية. والسبب الثالث وهو الأخطر وهو سبب الذات، وهو نفس السبب الذي فيه اختلف تلاميذ المسيح. نتذكر أن تلاميذ المسيح كانوا يسيرون معه، فسأل واحدا منهم الآخر: هو مين الأحسن، أنا وأنت؟ فبصيت كده وقال له: طبعا أنا. فالتاني قال له: لا أنا. فقال له: طب يلا نحتكم إلى واحد ثالث، ترى مين الأحسن، أنا ولا ده؟ فالتالت ده بص للاتنين وقال لهم: اهو انتوا عارفين اهو. قال لهم ايه؟ ولما راح الرابع والخامس نفس الحكاية. هذه هي لب القضية: مين الأحسن، أنا ولا أنت؟ وتزال هذه الروح، روح الذات. ولذلك علمنا السيد المسيح: إن أردت أن تخدمني، من أراد أن يخدمني ينكر ذاته. فكأن المؤهل الأول لخدمة المسيح في كنيسته المقدسة هو إنكار الذات. وعندما حدث انقسام الكنيسة المسيحية القرن الخامس، نسمي هذا بداية حالة مرض. وانت كل واحد فيكم ربنا يديم عليكم الصحة، الأصل عندك الصحة ولا المرض؟ صحة. وبالتالي الصحة لما بيجي المرض ربنا يحفظكم جميعا بيبقى حالة عارضة، ليس هو الأصل. يعني الواحد فيه لما بياخد كده دور أنفلونزا بيتعب، مش كده برضو، وننام في السرير يومين ثلاثة ونشرب حاجات دافية، مش ده اللي بيحصل، وبعدها نقوم بالفل. إذن يا إخوتي الأحباء، الأصل هو الوحدة، الأصل هو كنيسة واحدة. أما وإن حدث الانقسامات عبر التاريخ وبقت في جدل لاهوتي الآن، هذه الانقسامات التي حصلت في التاريخ حصلت لأسباب متعددة وكثيرة للغاية، ولكن أهم سبب فيها هو الذات. ولذلك عندما نجتمع كل أسبوع، والأسبوع ده كل يوم في كنيسة بنصلي ببرنامج لطيف كده وكله قائم على الكتاب المقدس، هذا الأسبوع نرفع فيه قلوبنا جميعا من أجل أن يتحنن الله على الجميع ويفهم للقلوب للعقول، ويعطي للمحبة أن تثمر ثمرا في حياة البشر، فتعود الكنيسة إلى صورتها الجميلة التي قال عنها السيد المسيح: ليكون الجميع واحدا. في هذا الأسبوع نتحدث عن يد الله القوية ويمينه وذراعه الرفيعة. وفي تأمل قصير للغاية في هذه الليلة: يمينك يا رب تسندنا. عندما نذكر كلمة يمينك أو يدك يا رب نتذكر الصليب على الفور، فيد المسيح كانت ممدودة عليه. يد المسيح ممدودة كده، الممدودة دي ممدودة لإيه؟ ممدودة علشان ترحب بيك. لما يجي واحد بيرحب بالحد بيفتح أحضانه كده، ولا ممدودة علشان تدعوك وتقول لك أنت ليه بعيد، ولا ممدودة علشان أنت محتاج قوة ومحتاج مساعدة يقدر يقدمها لك. أحيانا واحد فينا لما العربية تعطل يوم مش عارف يزقها، يوم ناديه واحد ولا اثنين من اللي واقفين يقول له: إيدك ويايا. مش بنعمل كده؟ إيدك ويايا. فأنا بقول لربنا: إيدك ويايا،
انا ما اقدرش استطيع في المسيح الذين. توجد يا اخوتي قوة الخلاص او يد الخلاص، الخلاص من الخطية، هي يد السيد المسيح الذي يمسح الخطية، ولذلك دعي السيد المسيح يمسح الخطية. وتوجد قوة الستر، الله يستر علينا، والله يستر على كل البشر من خلال فترة الليل، الشمس لما تغيب ويبدأ الظلام في الحلول، هذه ستر من الله. ولذلك توجد في الكنيسة القبطية صلاة نسميها صلاة الستار، ستار الظلام والظلمة الذي يأتي على البشر ويستر، ثم يعطينا الله نهار جديد ونبدأ يوم جديد، وكلنا نقول لبعض صباح الخير وصباح النور، بداية جديدة لنهار جديد للعمل ولخدمة كل أحد. قوة الستر عن الضعف، الله يستر على كل إنسان فينا ضعفاته. وتخيل أيها الحبيب أنك للحظة واحدة يرفع الله ستره عنك، فكيف يكون حالك؟ تصور كده لو ربنا شال الستر، فقوة الستر هي عند ضعف الإنسان. ولذلك نحن عندما نقف كل يوم ونصلي ونقول نشكرك يا رب، نشكرك لأنك سترتنا، ونقولها بصيغة الجمع، سترتني أنا وأخويا وأختي وبيتي وشعي ومجتمعي وكنيستي ووطني، سترت علينا. القوة الثالثة التي يمنحها الله لنا فهي قوة السند. قوة السند، وقوة السند هي التي يقدمها لنا عبر الحياة. هو يسندك وأنت صغير ويسند أسرتك، يسندك في دراستك، يسندك في عملك، ويسندك في مستقبلك، بيسندك. ولذلك هو يمد يده على الدوام من أجلك. يد المسيح الممدودة هي ممدودة لكل أحد يحتاج سند. يحتاج سند في أي حاجة، في شغلك، في عملك، في مجتمعك، في مسؤولياتك العديدة، كلنا محتاجين السند. ده حين الواحد يجي يشيل حاجة مش قادر يشيلها، فيقول لآخر إيدك وياي يشيلوها هما الاثنين. سند، بيسند. هو يسند الضعيف، ويسند المحتاج، ويسند المتواضع، ويسند الوديع، ويسند الإنسان الذي يطلبه والذي يبتغيه، يسنده. وعندما تأتي قوة السند إنما تأتيك القوة العظيمة، قوة كبيرة. مرة من المرات قصة من قصص الأطفال، الأب كان مسافر ورجع وياه ابنه الصغير، ورجعوا البيت، فماما بتقابلهم على الباب، فالأب شايل شنطة كبيرة وتقيلة، والواد مجرد حاطط ايده على الشنطة. واول ما دخل البيت الولد الصغير قال يا ماما انا تعبت، انا شايل الشنطة من المحطة لغاية البيت. مين اللي شايل الشنطة؟ كبير. مين شايل همك؟ الهك. مين شايل تعبك؟ رك. مين شايل مخاوفك؟ مين شايل الحاجات دي كلها؟ هو يحملها عنك. في شفاء، في الجزء اللي قريناه في لوقا 18، عندما الانسان الاعمى، واحد ضرير وقاعد ومعرف ايه الزيطة اللي حواليه، فسأل مين اللي في الزيطة دي، قالوا للسيد المسيح. يصرخ ويقول يا ابن داود ارحمني،
فالناس مش ناقص الا انت. ده المسيح جاي للناس المهمين، هو انت ايه؟ وده ارض. فابتدى يقول لنا الكتاب انه ازداد صراخا، واقترب اليه المسيح وقال له رجل اعمى انه ماذا تريد ان افعل بك؟ عايز اعمل وياك انه اريد ان ابصر، اريد ان ابصر. بس هو بيحرك ايديه كده بيطلب، عايزك تسندني، عايزك تشوف، عايزك تشفيني. فكانت النتيجة ان السيد المسيح قال له ايمانك قد شفاك، ايمانك. وانت عندما تطلب هذه اليد اليمنى لكيما تسندك لن تشعر بهذا السند الا من خلال ايمانك، ايمانك القوي. السيد المسيح ايضا تقابل مع الانسان الابرص، وكان الابرص او مرض البرص في العهد القديم لا يلمس انسان مرض. فيقول لنا في الكتاب ان تحنن عليه السيد المسيح ومد يده ولمسه فصار شفاء، يد تسند. وفي معجزة إقامة ابنة ييروس، وكان ييروس إنسانا معتبرا في المجتمع اليهودي، وبنته ماتت، بنته 10-12 سنة. فابتدى يصرخ ويقول المسيح شوف لي حل، اسندني، أنا في أزمة. فقال له بالتعبير ده ابنتي الصغيرة قد ماتت للتو، ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. ايه الايمان القوي ده؟ ده بنته ماتت خلاص، خلصت الحكاية. فراح يقول للمسيح ليتك تأتي، يعني يا ريت بتنزل، عايز تسندني في الحكاية ده، هي تيجي وتلمس هذه البنت الصغيرة، تضع يديك عليها فتدب فيها الحياة فتشفى من مرضها وتحيا مرة ثانية. دي يد السند، يمينك تسندني. وعندما جاء الأطفال نحو السيد المسيح عاملين زيطة، كل أولادنا بيعملوا زيطة وهيصة كده وفرحانين يعني. طيب ابتدوا الكبار يقولوا ابعد انت وهو عن المسيح. أما المسيح فقال قولته المشهورة دعوا الأولاد لأن لك الأهم من القول أنه لمسهم، لما زي ما بنسلم على أولادنا دلوقتي. الأخطر من ذلك أن المسيح أراد أن يعلم تلاميذه درسا قويا جدا في الاتضاع. فقبل حادثة الصليب بساعات قليلة انحنى السيد المسيح على الأرض وغسل أرجل تلاميذه بيديه. ويمينك يا رب دي اللي غسلت رجلين التلاميذ، هذه اليمين سندت كل تلميذ في التواضع، علمته كيف يكون إنسانا متضعا، وما زالت الطقس ده في كنيستنا حتى هذا اليوم. يمينك يا رب تسندنا، تسند الإنسان في الفضيلة، تسند الإنسان في المحبة، تسند الإنسان في الوداعة. وفي النهاية عندما صلب السيد المسيح وقام في اليوم الثالث ظهر لتلاميذه وكان بينهم تلميذا لم يصدق القيامة. فمش هصدق القيامة إلا لما أشوف مكان مسامير في يد المسيح ومكان الحرب في جنبه. فيظهر السيد المسيح للتلاميذ وبينهم توما الذي كان يشك، وأظهر له يده وأظهر له مكان المسامير، وهات كده أصبعك شوف مكان المسمار، ويدك وشوف مكان الحربة. وكشف يديه المجروحتين أمام كل تلاميذه، اليمين التي تسند، اليد التي تسند الإنسان.
نحن أن يد الله تسندنا، ويد الله تسند الإنسان المخلص والأمين والإنسان المتضع والمحب تسنده. أما غير ذلك فالله ينظر إلى الإنسان حتى وإن كان يشرق بشمسه على الأبرار والأشرار، لكن شر الإنسان وعدم أمانته يبقى له ويبقى معه إلى أن يكشف الكل أمام الله الديان العادل. ويصرخ الإنسان وقتها ويقول للجبال والأكام: تعالي غطينا من وجه الجالس على العرش. يمينك يا رب تسندنا، يمينك تحفظنا، ويمينك تقوينا. ولما بيجي أي أب أو أم فيكم كده على ابنه الطبطبة الرقيقة دي اللي مليانة حنية، تنقل للابن الصغير، تنقل له يمين الله القوية. لما تطبطب على ابنك كده وتقول له ربنا معاك، ما هي دي رسالة من الله بالروح الجميلة وروح المحبة اللي بتقدر تقدمها لأبنائك وأطفالك. يمينك يا رب تسندنا، تسندك الإنسان في حياته الشخصية، وتسندك في أسرتك، تسند الأسرة كلها، تسند المجتمع. ونحن كشعب متدين، نحن كمصريين شعب متدين ونحب الله كثيرا، ومحبتنا لله تنعكس على محبتنا لبعضنا. وهذه المحبة ليست مجرد فضيلة ولا مجرد مشاعر ولا خواطر، ولكنها في يد الله التي تعمل من أجل حياتنا لبلادنا ومن أجل كنايسنا. أرى الله يحفظ الجميع ويعطينا دائما أن نشعر بهذه اليد القوية. وعندما تشعر أن يد الله تسندك لن يصيبك إحباط ولا يأس ولا قلق، في يد قوية تسندك وتقف معك. أنا أشكر ممثلي ورموز الكنائس الحاضرة معنا والمشركين معنا، وبشكر هذه الكنيسة، بشكر كل الأحباء اللي شرفونا من الضيوف، وبشكر أعضاء مجلس البرلمان، وبشكر كل من شارك في هذه الاحتفال. ونصلي من أجل حياتنا ومن أجل بلادنا أنها تكون على الدوام في رفعة ومسيرة بيد الله قوية، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم.